قرار مجحف، قرار مجحف وقرار ظالم بحق الشعب العراقي. تطلع الشعب هو مصدر السلطات كما يقال، الشعب هو مصدر السلطات، والشعب هو رافض لهذه الثلة الفاسدة ورافض لهذا البرلمان الذي لا يمثل الشعب العراقي. لذا فإن قضية حل البرلمان لابد منها. تفاجئنا اليوم قرار المحكمة الاتحادية بعدم حل البرلمان العراقي، واللي كان هو مطلب جماهيري، زين؟ كان المفروض انه يراعون دماء الشهداء وعوائلهم، زين؟ اللي سقطت والجرحى، زين؟ والمفروض يعني انه يكون ينصرون الشعب العراقي، ما ينصرون الاحزاب الفاسدة والاحزاب المتسلطة.